نتمنى بكره ان شاء الله تقدم مباراه قويه قدام سيمبا وتتاهلوا للدور التالي. قدمت مباراه قويه جدا مع منتخب مصر ضد الجزائر، وفي مباراه الاهلي ضد سيمبا تلقى مرماك هدفين. ممكن الهدف الاولاني مش مسؤول عنه، بس الهدف الثاني ليك نسبه ان انت يعني معينه ان انت مسؤول عن الهدف الثاني. فهل كان في اسباب غياب عبد المنعم، او الدفاع ما كانش اول مره لاعبين يلعبوا مع بعض كقلبي دفاع، ده اثر على تلقيك الهدفين؟ مش عارف صراحة ارد اقول ايه يعني في الموضوع. احنا ربنا يكرمنا بكره، ده اهم حاجه. يعني دخلتنا في المنتخب وبعدين دخلتني في الاهلي، انا مش فاهم بصراحة السؤال بالظبط يعني، وورا السؤال ايه ما اعرفش بصراحة يعني. بس عامة احنا كده كده فرقة واحدة في الاول وفي الاخر يعني. اهم حاجة بالنسبة لنا بنفكر في ماتش بكرة، ما نفكرش في ماتش غير تاني، ماتش سيمبا، والفرقة كلها تبقى موجودة. واهم حاجة عندنا احنا مستعدين بشكل كويس بكرة، ونعدي ان شاء الله ونتأهل ان شاء الله. شكرا. طبعا يا شناوي احنا واثقين فيك، وطبعا في الكوتش ان شاء الله ان انتوا يعني يتحققوا الفوز بكره ان شاء الله، وكمان التاهل ده اللي يليق بالنادي الاهلي بطل افريقيا وفي اللاعبين. زي ما مستر كولر قال، احنا عندنا كل اللاعبين في القائمه سواء اللي بيشارك اساسي او احتياطي كلهم على درجه واحده من الكفاءه، وده يمكن وصل لنا كمان كاعلام وكجمهور. لكن انت شايف انه الفوز بكره كمان وتحقيق هدفين لسيمبا ده ادالهم بعض الطمانينه شويه، بعض الجراه على النادي الاهلي شويه ان هم ممكن يعملوا مفاجاه، ولا ده امر مستبعد تماما يعني؟ شكرا. اكيد طبعا زي ما الكوتش قال، احنا فرقه واحده 32 لعيب موجودين، اي حد يكون موجود. احنا كلنا واثقين في اللعيبه كلها اللي موجوده، المجموعه كلها اللي موجوده. والسنه اللي فاتت ده حصل بشكل كبير، وزي ما الكوتش بيقول برضو يعني هو بيتعامل معاهم زي السنه اللي فاتت. دي حاجه يعني احنا متعودين عليها، واللعيبه عارفه كده بشكل كويس. وطبعا دلوقتي بقى كل حاجه واضحه، دلوقتي بقى بالنسبه لكم احنا بنعمل ايه كل حاجه يعني. خلاص بقى الناس ما نقعدش نتكلم بقى مين قعد مين ما طلعش مين جه مين ما جاش. يا ريت بقى نقفل القصه دي خالص في الاعلام يعني، بس خلاص كده راجل بصراحه اتكلم في كل حاجه يعني. عايزين نركز الفتره الجايه بس في شغلنا بس، وان شاء الله اكيد طبعا. لو انت لاحظت ان الماتش اللي فات احنا تعادلنا، احنا المرتين اللي فاتوا احنا خسرنا، وفي الاول وفي الاخر الحمد لله بنصعد. احنا بنلعب في وسط جمهورنا وفي ملعبنا بشكل كويس جدا، والحمد لله ان شاء الله هنصعد. واللعيبه عارفه الكلام ده كويس، واحنا قعدنا مع اللعيبه والكوتش قال احنا قعدنا واتكلمنا، وبكره يبقى معانا التوفيق ان شاء الله نتاهل.